السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في وصفه جديده شيوات الحادقات مع ام سعد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبيزات ديال البرجر، نعمروهم باش ما بغينا، سواء بالكفته سواء بالبيض سواء بالدجاج، المهم خبيزات اللي كيدار معاهم البرجر. نمشيو ديريكت للمقادير. عندنا هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، عندي هنا معلقه ديال السنيده ولا معلقه ديال العسل اللي توفر عندكم، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الخميره ديال الخبز نحلها، كيف قلت لكم معلقه ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنا معلقه ديال الزبده بيضه وحده، كاس ديال الحليب غادي نسخنو وكاس ديال الماء دافي. والتزيين غادي نحتاج الصوص ديال الصوجة باش غادي ندهن الخبيزات من بعد ما يخمروا، وغادي نحتاج هنايا عندي على حسب داكشي متوفر عندكم. انا غادي ندير حبيبات ديال الزنجلان، نص غندير فيهم حبيبات الزنجلان، نص غادي ندير فيهم الحبه السوداء. هادو هما المقادير وندوزو ان شاء الله للطريقه. هنا اول شيء انا سخنت الحليب في كاسرونه نخويه، وغادي نزيد عليه نص كاس، هذا كاس ديال الحليب، نزيد عليه نص كاس ديال الماء دافي، وغادي ندير عليه معلقه عامره ديال السكر، وغادي نزيد معلقه ديال الخميره تكون عامره دابا الحال بارد. غادي نخلطهم مزيان وغادي نزيد عليهم المقادير الاخرى كاملين وغادي نديرهم يتعجنوا. نزيد طحين، بسم الله، نسيت ما قلت لكمش قبيله الملحه، غادي نزيد الملحه حتى هي، بيضه، بسم الله. غادي نخلي غير داكشي ديال التزيين، الصوص ديال الصوجه ها هي الملحه، الصوص ديال الصوجه والحبيبات ديال الزنجلان وديال الحبة السوداء، معلقة الخل، غادي نزيد عليهم الزبدة وغادي ندير كلشي يتعجن في العجانة ونطلقاو. العجينة هنايا بعد ما تعجنات كتجي على هاد الشكل هذا. أنا غادي نغطيها دابا الحال بارد، غادي نفوت شي نص ساعة، شي ساعة قل تولوت ولا ساعة قل 25، نورمالمون تكون الحال سخون هي تولوت ساعة 25 دقيقة كتخمر الخمرة الأولى. دابا غادي نغطي هاد السلوفان مقص عفاك، شكرا، نغطي هاد السلوفان وندير عليها واحد الفويطة. الكوزينة عندي راه شوية سخونة حيت شاعلة الفران، ندير عليها هاد الفويطة ونخليها واحد نص ساعة حتى ساعة قل تولوت من بعد ما تخمر نطلع. هنا من بعد ما داز نص ساعة هاهي كتبان طالعة وخامرة بارك الله، غادي نخرج منها شوية هداك الهواء هكا، وغادي نديرو منها كويرات مخادين بحال القريسات بحال القريشلات. صافي هو داك الهوا خرج منها، غادي نديرو منها كويرات نديروهم هنا، غادي نحاول ندهن شي شويه يدي بالزيت باش تلصقش فيا العجينه هكا بحال كنديرو كويرات ديال المسمن بهاد الطريقه هادي، كنديروهم توسطين ما كبار ما صغار بحال هكا. العجينه رطبه وكتمشي لنا مع كطاوعنا في يدينا. هكا غنبقى حتى نكمل العجينه باش ما نطولش عليكم ونتلاقاو. هنا غطيتهم واحد 10 ديال الدقائق، عاودوا خمروا شي شويه، هما تيبانوا لكم طالعين تبارك الله. غادي ندهنهم دابا بهذيك الصوص الصوجه وندير فيهم النص، غادي ندير فيه الزنجلان، والنص الاخر غادي ندير فيه الحبه السوداء. ونعاد دابا راه الفران شاعل تيسخن فوق ولتحت، غادي نطيبوهم عادي طير ديال الخبز ولا ديال القريشلات ولا
هادو غادي ندير فيهم الحبة السوداء، وهذه غادي ندير فيها الزنجلان. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف، غادي نكمل البريسات ديالي ونطلاقا. هنا كي كيبان لكم زومي ها هما الخبيزات ديال البرجر، ها هما تيطيبوا، راه بداو كيتحمروا. على ما يطيبوا ما نضيعوش الوقت، غادي ندوزوا المقادير ديال اليوم. انا غادي نديرهم بالكفته، ندوزوا المقادير ديال الكفته. عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته، المقادير اللي غادي اسمحوا لي القمه اللي غادي ندير فيها. انا عندي البصله والثومه محكوكين، نحيد الصداع ديال الفرفار. عندي هنايا البصله يابسه والثومه يابسه، تحميره، سكنجبير، ابزار، الكمون، الفلفله حاره، هذه اختياريه اللي تيبغيها، والملحه. هادو التوابل اللي غادي ندير في الكفته، وغادي ندير معاهم جوج معالق ديال لا شابلور. وفي المونتاج غادي ندير البصله والخس والمطيشه والبيض. هادو هما المقادير، وندوزو للطريق. غادي نبداو دابا ان شاء الله العجينه ديال هاد الكفته، ندير فيها القمه كامله الشابلور. كاين اللي كيبغي يدير البيض في عواد الشابلور، غير باش كتجمع هذيك هادو بجوج كنديرهم باش كنجمعوا الكفته. غادي نخلطها، وغادي ندير منها كويرات، ولا قبل ما نديرو كويرات غادي نطلقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما خلطت هذيك الكفته مع القمه، درتها سواء كديروها في بابي سلوفان مي كان تحت ومي كان الفوق، باش ما تلصق لكمش في البوطاجير، وتتبقاو كتلقاو هكا بشويه بيديكم. صافي، هذا هو السمك اللي انا بغيت. ودي نقطعوها، غنقطعها ب هذيك اللي كندير بها الحرشه، نتي سمحوا لي نزل واحد البلاصه غليظه شويه هكا. غادي نقطعها تقريبا، هذه اللي عندي تقريبا غتجيني قد هذوك الخبيزات اللي انا درت. راه ممكن تصاوبوا هذه توجدوها وتخليوها في الفريغو هكا مقطعه. هادشي اللي شاط عاوتاني غادي نكورو، عاوتاني غادي نطلقو ونصيبو. هنا الزيت حطيتها سخنات، انا غادي نحط الكفته ونعاود نشعلها. ها نتوما كيجي على هاد الشكل هذا، كيجيو مقادين بسم الله. هنا غادي نحيد هاد الكفته، نتسناها حتى طيب، نقلبها ونتسناها حتى طيب. هنا غادي نحيدها، غادي ندير في هاد الزيت هادي نيت، غادي ندير البصله، غادي ندير هاد البصله حتى هي، ونقص عليها البوطه على الحد باش تطيب على خاطرها. وفي نفس الزيت ومنين نحيد البصله غادي نقلي البيض. الخبز ديالنا ديال البرجر من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل، رطب ومحمر من الفوق ومن التحت. انا ديجا قطعته باش ما نطولش عليكم الفيديو، ودابا غادي نبدا في الدريساج المونتاج. فماش ديال الوسط غادي ندير فوق منو مطيشة وبصلة، مطيشة والبصلة ملي كنت كنحمرها فوق البوطة في ديك الزويته درت فيها شوية د الملحة، اللي عنده مع الملحة، اللي ما عندوش مع الملحة بلاش هكا. وبالنسبة للصوص اللي توفر عنده، الكيتشوب، المايونيز، لا موطارد، اللي توفر عنده شي حاجة يديرها. ونسدو، هذا هو الهامبرغر ديالنا
انا اليوم خصيصا بغيت نصور لكم الخبيزات ديال البرجر لان كيوجدوا ساهلين، عمرهم ديك الساعه باش ما بغيتو. نخليكم ندوزوا الطبسه ديال التقديم. التقديم النهائي ديال الهامبرجر ديالنا كيجي على هذا الشكل. زدت عليه الفريت بلا ما نصور لكم الفريت، ماشي ضروري سوا ديروا الفريت سوا ديروا البوتيتوس في الفران. المهم هي التقديم عجبكم ياك؟ جا زوين كي شاي. خصوص غادي يعجب الوليدات، انا كنصايبو باش كنهزو لوليداتي للمدرسه، مع خصوص دابا كيتغداو في المدرسه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم، ديروا لايك تابوناو بارطاجيو مع صحابكم، ولا كاين شي تعليقات مرحبا.